ماتشات كتير وان شاء الله يتألقوا والناس تعرفهم اكتر واكتر كمان. معانا على التليفون الكابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ ازيك يا كابتن؟ ومنور دايما الدنيا ومنور قناه الاهلي يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. مبدئيا انا بشكرك طبعا شكر، يعني انا ولاعيبتي وقطاع الناشئين طبعا باهتمامك طبعا بالقطاع وبتلميع اللعيبه اللي في القطاع وتعريف الناس وتعريف الجماهير ان احنا اميز قطاع ناشئين في مصر، اميز لعيبه في مصر. وطبعا انا بشكرك شكر جزيل يعني على اللي انت بتعمله معانا من مجهود، وطبعا انت حضرتك عارف يعني. لا ده دورنا يا كابتن احمد هنا من برنامج الاشبال ان احنا نكون مساندين ليكوا وفي ظهركوا دايما. كلمنا بقى ما شاء الله عن النتائج اللي ما شاء الله من اول الموسم، افضل خط هجوم، اقوى خط دفاع، ما شاء الله متصدر جدول مسابقة بفارق كبير عن المنافسين اللي وراك يعني. الحمد لله يا كابتن، احنا يمكن من اول الموسم يعني واحنا عاملين مباريات قويه جدا، يمكن ترتيبنا دلوقتي بالاول من اول ماتش في البطوله لغايه المباراه ديت. طبعا اعلى خط هجوم ب 59 هدف او 59 هدف، بعيد عن اقرب فرقه طلاع الجيش، اقل خط دفاع تمام. يمكن احنا الاول الحمد لله بفرق 9 بونت عن اقرب منافسين هو الجيش، ولينا مباراتين مؤجلتين وهم ليهم مباراتين. الحمد لله يمكن فرقه 2001 من الفرق المميزه في القطاع، وده اللي احنا يمكن انا سمعت حضرتك طبعا ان بتتكلم ان انا ما كنتش مبسوط. طبعا ما كنتش ايوه، ما انا عايز اخدك بقى للنقطه دي. بالرغم ان انت فايز ما شاء الله متصدر، عامل نتائج كويسه جدا وعامل شغل كويس، لكن المباراه اللي احنا زعناها شايفك مضايق برغم الفوز كمان على الداخليه 1-0 يا كابتن. احنا الهدف معانا دلوقتي وانت معانا على التليفون، الهدف اللي جه 1-0 الهدف الفوز كان من الركنيه. اتفضل يا كابتن. يمكن المباراه كابتن كانت احنا في اول الدور الاول يمكن تغلبنا على الداخليه 6-1، يمكن الداخليه اتغيرت تغير تاني تمام. بس انا اللي انا الاجواء بتاعه المباراه والاجواء من اول ماتش اول مباراه تتزع على الهواء للعيبه، يمكن كان عندهم سن التسرع، كل واحد عايز يثبت نفسه ان هو يجيب يحرز الهدف، حاجات تفرق كتير قوي من اللعيب. يمكن احنا بدانا نتكلم معاهم ان احنا لازم نهدى، لازم نفكر ان احنا نلعب كورتنا حلوه، الناس تتفرج عليك تشوفها انت بتلعب الكوره حلوه، وده اللي كان مضايقني. يمكن كنت متضايق عشان الاجواء بتاعه المباراه، كنا نفسنا نقدم مباراه حلوه بسكور توري اللعيبه القطاع ان فرقه 2001 من اميز الفرق، وده سبب زعل يعني. بس واحنا ان شاء الله هننزل لكم ماتشات كتيره يا كابتن سراج خلال الفتره الجايه، خاصه كمان ان 2001 ليهم منتخب مصر للشباب، فدايما يعني هنكون معاكم يعني من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. عايزك بقى تطمن كل جماهير الاهلي على شادي رضوان، خاصه ان طبعا كان يعني عنده اصابه وما كانش موجود كمان في مباراه الداخليه. يمكن الحمد لله شادي ماشي بخطى ثابته، يمكن دلوقتي الاسبوع الجاي هيبدا ان شاء الله التاهيل. شادي الحمد لله خرج من عمليه حوالي سريعه وحوالي شهر، هيبدا يبقى يعمل التاهيل لكتفه ان شاء الله، يبقى معانا في خلال شهر ان شاء الله. يعني في خلال شهر شادي رضوان ممكن يكون جاهز ويشارك في المباريات. يا رب ان شاء الله بنعمل كده ان شاء الله. انا بس الدكاتره اتكلمنا مع بعض مع شادي من خلال شهر ان شاء الله يبقى جاهز للمباريات ان شاء الله. الفكره برضو مش عايزين نستعجل عليها يا كابتن احمد، شادي رضوان من المواهب فعلا المميزه والصاعده، واحنا كمان بنعرض له هدف كان امام وادي دجله في الدوري، ما شاء الله كان من الاهداف المميزه جدا، فعايزينه ياخد فتره يعني ما يكونش فيها استعجال في العلاج عشان ان شاء الله يرجع ويتالق تاني ويصول ويقول في ملاعب الناشئين مره اخرى ان شاء الله. وشادي كمان وفي لعيبه كمان، يمكن شادي ولعيبه كتير جدا مميزه. احنا بنوعد الجماهير ان النادي الاهلي احنا بنعمل للفريق الاول، وده هدفنا، ده هدفنا الرئيسي ان احنا بنطلع بطل نموذج يعني بطل فعلا وكل حاجه. يمكن يعني خلال المباراه اللي على الهواء اللي انت عملتها دي برضك كجزء من تكوين شخصيه البطل اللي احنا بنحاول نكونها عشان نطلع نشتغل للنادي اللي احنا بنحبه والنادي اللي احنا بنخدمه. دايما شخصيه البطل بتبقى من متكامله اخلاقيا، اداء فنيا، حاجات كتير قوي. كابتن احمد كمان اتفضل يا كابتن. لا يمكن كمان انا بشكر رئيس نادي، يمكن
كابتن محمود الخطيب يمكن اجتمع بينا برضك واتكلم في النوع دي، اتكلم احنا بنكون شخصيه لاعب، لاعب محترم متكامل، ودي حاجه، دي حاجه يعني برضك اجتمع بينا قبل المباراه وده حافز للعيبه، ودي حاجه ما كانتش بتحصل. يمكن انا بشكر شكر من خلال برنامج حضرتك، ودايما احنا كعادتنا في نادي الاهلي. اثرها ايه على اللاعبين يا كابتن احمد؟ اللاعب اثرها ايه خاصه على اللاعبين؟ اللاعبين لما الكابتن محمود الخطيب اجتمع باللاعبين، يعني اثرها ايه على اللاعبين خاصه؟ طبعا المدربين اجتمع بيكم كان في بدايه الموسم، الزياره دي كانت برضو للمدربين وخاصه كمان للاعبين. طبعا احنا زي ما احنا اتربينا على عشقنا واللعب وفن كابتن محمود الخطيب، يمكن اللعيبه طبعا بتبدا تشوف فيديوهات ليه زمان والكلام ده، شايفين موهبه عظيمه، موهبه بيتكلم ادبيا، بيتكلم معاهم كاب، بيتعامل معاهم ازاي. يمكن طبعا عن نفسيتهم طبعا حاجه محترمه جدا، يمكن اللعيبه مش عايز اقول لحضرتك نفسيا دلوقتي رئيس النادي بيتكلم معاهم وبيجي بيخاطب لعيب ناشئ، انت هتبقى مستقبل النادي، دي حاجه مهمه جدا يعني. تمام. كابتن احمد سراج المدير الفني لفريق 2001، شكرا جزيلا لك. طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم، كابتن احمد سراج برغم الفوز 1-0 على الداخليه ومتصدر بفارق كبير عن كل الفرق المنافسه، لكن كان زعلان على الاداء. احنا بنعود ان شاء الله هنزعله ماتشات كتير، وان شاء الله هنفضل في ظهر 2001 وكل اللي